وخلال كلمته وجه رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار سعيد مرعي الشكر لجميع القائمين على انعقاد اجتماع رؤساء المحاكم الدستورية الإفريقية وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسي. ها هو الاجتماع الخامس لرؤساء المحاكم العليا والمحاكم الدستورية والمجالس الدستورية الإفريقية ينعقد للعام الخامس على التوالي في القاهرة. إنها لحظة تاريخية يتيه لها الزمان أن يجتمع رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية والمحاكم العليا الإفريقية برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فله الشكر على تفضله بوضع هذا الاجتماع تحت رعايته، وهذا يعطي دفعة قوية لهذا الاجتماع.